مرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة دروس تعلمناهم على مدى الجغرافيا للفصل السادس مسار دينامية الأوساط الطبيعية للكلية المتعددة التخصصات تازة. هذه الدروس تقدم في إطار سياسة التعليم عن بعد في هذه الطرفية الرائعة. إذا سبق وأن تطرقنا في الدروس السابقة إلى كيفية استخراج إلى الفرق بين الارتفاعات الرقمية وإلى كيفية استخراج الحضارات من هذه الارتفاعات ثم خريطة توجيه السفح، والآن سننتقل إلى كيفية استخراج الشبكة المائية من هذه الارتفاعات الرقمية. إذا لاستخراج هذه الشبكة المائية نذهب إلى لارج تول بوكس ثم سبيشال أناليس تولز ثم بعد ذلك هيدرولوجي. إذا هنا في الهيدرولوجي مجموعة من الاختيارات ومجموعة من الأدوات التي يمكن من خلالها استخراج الشبكة المائية وكذلك تحديد الأحواض النامية. أول اختيار بالنسبة لهذه العملية سنختار فلوبيرج، ولكن قبل هذه العملية قد نصادف بعض المشاكل في هذه الارتفاعات الرقمية ويجب تصحيحها. إذا سأنفذ هذه العملية فلوبيرج للتأكد ما إذا كان هناك خطأ أم لا، ولكن من الأفضل أن نبدأ دائما بالفيل لمد الفجوات من الفراغ. إذا سأختار هنا flow direction. هنا بالنسبة للflow direction أختار هذه الارتفاعات الرقمية ثم سأتركها في نفس المسار. إذا نلاحظ نتيجة flow direction عبارة عن هذه الصورة للتدرج الرمادي بالإضافة إلى أن القيم من 1 إلى 252، وبالتالي هذه العملية عند الحصول على هذه النتيجة لا تكمل هذه العملية، فإن النتيجة ستصبح إما أن تتوقف في منتصف الطريق أو أن الشبكة المائية ستصبح شبكة مائية متقطعة. لذلك ينبغي تصحيح إذا الارتفاعات الرقمية. إذا سأقوم بحذف هذه النتيجة، سأعود إلى تصحيح هذه الارتفاعات من خلال نفس المجموعة الهيدرولوجي ثم أختار الفيل فايل. إذا أختار هنا الراستر سيرفيس خاصة بالارتفاعات الرقمية ثم سأقوم بحذف هذه الارتفاعات. إذا سأقوم بحذفها مثلا هنا. إذا أضيف دائما الاختصار إما 1 تيف أو 1 إيمج، هذين الاختصارين يعني سبق وأن تطرقت لهما في دروس سابقة، ثم أضغط أوكي. سنلاحظ أنه حدث بعض الاختلاف في قيم الارتفاع خاصة أننا عند مستوى القيم الدولية. إذا قام بعض التعديلات ثم القيمة الدنيا لاحظ أنها أصبحت 274 بدل 269. إذا سأحدث هذه الارتفاعات الرقمية القديمة سأحتفظ بآخر واحد قمت بتصحيحه ثم أعيد العملية لحساب الفلاو ديريكشن. إذا سأقوم بحساب هنا الفلاو ديريكشن، أختار الدوام الذي قمت بتصحيحه ثم أضغط أوكي دون أي تعديل. إذا كما نلاحظ أن النتيجة مختلفة عن النتيجة السابقة، وأن هنا عبارة عن مجموعة من الفئات، يعني لدي هنا فقط 8 فئات. هذه 8 فئات من 1 إلى 2 تعبر عن التوجيه، يعني 1 على الشرق ثم 1 2 3 4 8 ثم 16 ثم 32 64 ثم بعد ذلك 128. إذا هذه الأرقام تدل على توجيه أو اتجاهات السير على مستوى هذا المجال.
المرحلة الموالية نقوم بحساب الفلو اكيوميليشن او السيل، هذا السيل التراكم. اذا سنقوم بحسابه من خلال الفلو دايركشن، ثم ساتركه كما هو يعني دون اي تغيير، ما اضغط اوكي. بالنسبة للفلو اكيوميليشن ياخذ بعض الوقت، اذا سيتطلب وقت اطول، كلما كان المجال واسع المجال كبير سيتطلب وقت اطول. بعد حساب هذا الفلو، هذا السيل التراكمي او الفلو اكيميليشن، نكون قد حصلنا على الشبكه المائيه، وبالتالي باقي العمليات التي يمكن ان نقوم بها ما هي الا عمليات لتحسين او لاضافه بعض التعديلات لاستخراج الشبكه المائيه بالشكل المطلوب. اذا يمكن اظهار هذه الشبكه المائيه هنا من خلال عمل كلاسيفيكيشن او عمل تفعيل لمحتوى هذه الصورة. سأختار هنا Classify، ثم أختار فئتين فقط. إذا سأختار فئتين، بعد ذلك أدخل هنا مثلا رقم، سأدخل مثلا رقم 2000 أكثر من 2000 أو أقل من 2000 هكذا. إذن كما تلاحظون أنه بدت بعض المجاري، بدت لي بعض المجاري المائية هنا على هذه الصورة عند تحديد هذه القيمة الفعلية. يمكنني أن أضيف قيمة أخرى أو أضيف مجاري مائية أكثر لهذه الخريطة من خلال إعادة تفعيلها. مثلا بدل أن أكتب مثلا 200 سيكون 2000، سأكتب مثلا فقط 200، وبالتالي هنا ستكون لدي شبكة مائية كثيفة أكثر من سابقتها كما تلاحظون، يعني أصبحت هذه الشبكة المائية الكثيفة. للحصول على أفضل نتيجة ينبغي مقارنة الشبكة المائية هذه مستخرجة من الارتفاعات الرقمية، مقارنتها مع الخرائط الطبوغرافية لتحديد القيمة المناسبة لاستخراج هذه الشبكة المائية. إذا بعد تحديد سأستخرج مثلا شبكة مائية بهذا التقسيم، بعد تحديد ذلك سأذهب إلى الكونديشنال من سبيشال أناليز ثم الكونديشنال، ثم بعد ذلك أختار الكون. إذا بعد اختيار الكون أختار آخر عملية قمت بها هي flow accumulation، ثم في expression أكتب value، أكتب value يعني المستوى ذكرنا value أكبر من 200 بنفس التقسيم الذي قمت به. أنا أكتب هنا value أكبر من 200، ثم أختار هنا عند true raster أو constant value. إما أنا أستخدم يعني في هذه الحالة لن أستخدم أي صورة، وإنما سأستخدم constant value، سأكتب رقم 1. يعني في حالة ما إذا توفر هذا الشرط، يعني جميع الفئات أو جميع البكسلات أكثر من 200 ستأخذ رقم 1. في حالة عدم توفر هذا الشرط سيتركها نون داتا، سأتركها فارغة، بالتالي تصبح نون داتا، يعني لا تتوفر على أي معطيات. ثم أضغط OK. إذا سأحذف هذه الصور حتى تظهر النتيجة واضحة. إذا هذه هي النتيجة. إذا بعد استخراج هذه الشبكة المائية، تبقى يعني شبكة مائية عبارة عن شبكة مائية عبارة عن راستر، يعني عبارة عن شبكة مربعات، ينبغي أصلا تحويلها إلى الفيكتور. وقبل تحويلها إلى الفيكتور يمكنني اختيار الرتب النهرية الخاصة بهذا المجال. إذا سأختار لتحديد الرتب النهرية أعود دائما إلى Special Analyst ثم Hydrology ثم Stream Order. Stream Order يمكن من خلالها تحديد الرتب النهرية، سأقوم بتطبيقها على الكون على آخر عملية قمت بها. يعني هي
نتيجة الشبكة المائية التي استخرجتها من باستخدام الأداة كوم. ثم اختار هنا الفلو دايركشن. الفلو دايركشن هي متواجدة لدي هنا فلو دايركشن، حكم أن هذه الفلو دايركشن التي قمت باستخراجها في البداية سأحتاجها كثيرا خلال هذه العملية. إذا نختار هنا flow direction. بالنسبة لنوع الروتر النهرية لدي نوعين، إما طريقة ستريلر أو طريقة شيرل. إما طريقة ستريلر أو طريقة شيرل. إذا بالنسبة لي الأكثر استخداما هي طريقة ستريلر. لا يمكن أن أستخرج هذه الروتر. بالنسبة لسترايلر في حالة ما إذا كان لدي أي شبكة مائية، مثلا لدي روتر المجاري المائية التي لا يصب فيها أي مجرى آخر، أو هي العلوية تأخذ رقم واحد، رقم واحد كلها تأخذ رقم واحد. في حالة ما إذا التقيا نفس الرتبة، واحد واحد تعطيني اثنين، واحد اثنين تبقى دائما الرتبة الأكبر. إذا كان متشابهة تصبح الرتبة الموالية، إما إذا كان مختلفا أخذ الرقم الأكبر. اثنين 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 واحد تصبح اثنين، هنا واحد واحد اثنين، هنا الرتبة اثنين مع اثنين تعطيني الرتبة ثلاثة. هذا بالنسبة للتقسيم الخاص بسترايل. بينما تقسيم شيرل يصبح لدي واحد واحد تعطيني اثنين، واحد اثنين زائد واحد تعطيني ثلاثة، إذا تصبح هذه ثلاثة بالنسبة للشريف تصبح هذه ثلاثة، ثلاثة زائد واحد تعطيني أربعة، واحد واحد اثنين، اثنين أربعة تصبح إذا الرتبة ستة. لاحظ أنه دائما في تقسيم للشريف تكون الرتب المهرية ذات أرقام أكبر، على عكس التقسيم الذي صاغه سترايلر. الآن أضغط أوكي، وبالتالي أكون قد حصلت هنا على هذه الرتب النهرية، خريطة للرتب النهرية من ست فئات. يعني نلاحظ هنا ست رتب، يعني أكبر رتبة هي ست. هذه الرتب تتغير بتغير درجة التحسس. هنا لدي درجة تحسس على مستوى 200، إذا رفعتها مثلا ل 2000 سأحصل على رتب أقل، سأحصل على رتب نهرية أقل. إذا بعد الحصول على هذه الرتب النهرية نضغط هنا على لارج تو بوكس، ثم أعود إلى ستريم تو فيس لتحويل هذه الخريطة التي هي على شكل راستر، احولها الى الفيكتور لتصبح شب فايل. اذا نضغط هنا ستريم تو فيتشر. بالنسبه لي ستريم تو فيتشر اخذ اخر عمليه قمت بها، ثم بعد ذلك احتاج الى الفلو دايركشن. اذا اختار هنا الفلو دايركشن، بعد ذلك اقوم بحفظ هذه النتيجه. يمكن ان احفظها في مسار محدد بحكم ان هذه الشبكه المائيه النهائيه، ممكن ان اضيف مجلد خاص جديد. واقوم بحفظ في هذه الشبكه المائيه هيدرو، بعد ذلك اضغط. اذا لهنا اكون قد استخرجت هذه الشبكة المائية، يمكنني إعادة تفيئها من خلال السامبولوجي. هنا مثلا في الكونتيتاي جراديال سامبول يمكن أن أختار الجرايد كود، ثم بعد ذلك أختار هنا مثلا لدي ست فئات أختار رقم ستة، بعد ذلك أختار الألوان. إذا أختار اللون المناسب، وفيما بعد يمكن أن تغيير هذه
ممكن تغيير خصائص هذه الشبكة المائية، تغيير الرمز المناسب لكل فيلم. إذا هذه هي الطريقة التي يمكن من خلالها استخراج الشبكة المائية. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى بحول الله تعالى. كان معكم أستاذ جمال شعوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.